السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل على كل مشاهدينا، وأهلا وسهلا بكم في يوم جديد وحلقة جديدة من برنامجكم دكتور مع منار. النهاردة أنا حلقتي مختلفة شوية عن كل الحلقات اللي فاتت. أنا مش مستضيفة معايا دكتورة المرة دي، بس حد لايف كوتشنج، مش عارفة أقول عليكي إيه والله العظيم، بس أنا مبسوطة جدا جدا إن أنا معاها النهاردة. حد برتاح جدا في الكلام معاه، وهي حد مريح نفسيا جدا. النهارده انا هتكلم عن حاجه بخصوص السايكولوجي شويه. النهارده هتكلم عن الضغط النفسي والستريس واثره في السمنه. انا بكمل حلقات السمنه اللي اتكلمت عليها قبل كده بخصوص المبادره اللي اتكلمت عليها، مبادره صحتك في وزنك. فانا بكمل السلسله دي، فبجيبها بقى اللي هو ملناش حل، يعني هنخس يعني هنخس. اوكي، اتكلمت عن السمنه كدايت، واتكلمت عن السمنه كعمليات، وهتكلم عن العوامل المؤثره في موضوع السمنه. خلينا متفقين ان الضغط النفسي والستريس والفرح او الحزن او اي حاجه بتاثر على النظام الغذائي بتاعنا. في ناس ممكن لما بتحزن بتاكل، وناس لما بتفرح بتاكل، وناس لما بتحزن ما بتاكلش، وناس لما بتفرح ما بتاكلش. كل ده هنتكلم عليه النهارده مع حد جميل جدا، وهي جيهان عاشور، لايف كوتشنج، هي هيلث كوتشنج اكتر ونوتريشنست. فانت منوراني النهارده. ميرسي يا منور، مبسوطه جدا والله العظيم ان انا معاكي النهارده. ميرسي يا حبيبتي، بقول لك ذوق. النهارده بقى كلمينا، بصي اولا ناس كتير قوي ثقافه اللايف كوتشنج دي مش موجوده قوي، تمام؟ فالنهارده بقى كلمينا يعني ايه اصلا لايف كوتشنج، وامتى الناس تقدر تلجأ لك لما تحس بايه، او يعني احنا احنا عارفين عموما ان احنا عايزين نخس يا اما بنروح لدكتور الدايت بتاعنا، يا اما لو في اوفر ويت قوي بنلجأ لموضوع العمليات واللازم منه. انا بالنسبه لي كنت اول مره اعرف ان في حاجه اسمها هيلث كوتشنج، تمام؟ فكلمينا اكتر يعني ايه هيلث كوتشنج. الهيلث كوتش هو زي ما انت قلتي، يعني هو احنا كلنا بنبقى عارفين ازاي نخس، هو مش صعبه، بنقلل اكلنا ونزود حركتنا، نلعب رياضه، يعني الموضوع مش صعب، الناس كلها عارفاه. طب هو احنا ليه مش بنعمل ده؟ ايه اللي بيوقف ده؟ اللي بيوقف ده في جزء سايكولوجي زي ما انت قلتي في الموضوع. بيبقى في مثلا حد عايز يعمل دايت وعايز يخس، بس ما عندوش الحافز اللي هو يقومه ان هو يقوم يعمل مجهود ويتعب لنفسه وينزل يروح يلعب رياضه. فاللي بيحصل هنا انا بشتغل على جزء بتاع الموتيفيشن بتاع الحافز، هو ليه مهم بالنسبه له ان هو عايز يخس، ايه سبب ان هو اللي هو حاططها بالظبط للخساسين بتاعه، مش الجولز، هو ايه اللي هيحركه علشان يروح يخس. هو عايز يخس، ايه الاسباب، ليه ده مهم عندك، ليه ده مهم بالنسبه لك، عايز تخس ليه. هو الشخص لما بيشوف قدامه بيج واي زي ما احنا بنسميها، اهميه كبيره قوي اللي هو حاجه عايز يعملها، كل الاسباب بقى اللي هو بيبقى عايز يخس عشان بيبقى شايفها قدامه، ده بيسهله شويه الرؤيه. بساعده ان هو يقدر يحط هدف قدامه يوصل له، بس هدف يكون واقعي. يعني ما ينفعش حد يجي يقول لي انا عايز اخس في شهر 15 كيلو، ما هو ده اكيد هدف مش واقعي، لا هو اصلا صحي ولا هيقدر ينفذه، وده مش حاجه صحيه بالنسبه له يعني. فانا ببتدي اشتغل معاه لان هو يقسم الهدف ده لبيبي ستيبس، خطوات صغيره يقدر يوصل فيها. ان انا مثلا هخس الاسبوع ده من كيلو ل 2 كيلو، هخس 3 كيلو، هقدر اوصل معاه ان انا اقسم الهدف ويبقى شايف ان كل خطوه هو بيمشي فيها تجاه الهدف بالارقام الصغيره دي هتوصله ل 15 كيلو اللي هو عايزها في الاخر. فانا بشتغل مع الكلاينت اللي بيجي لي على ان هو ازاي يغير حياته، ازاي يغير كل العادات بتاعته ويحولها لعادات صحيه، ياكل اكل صحي، يلعب رياضه، فبالتالي هيقدر ينزل من وزنه، ازاي يتغلب على الافكار السلبيه اللي هو اللي بتعطل فكره الخساسين، الستريس لو هو بيتعرض لستريس ازاي يقدر يتخلص من الستريس ده فيساعده ان هو يكمل في رحله الخساسين. انا دايما بسميها رحله لان هي فعلا رحله، واحنا محدش يعني انت لو شفتي ان الخساسين ده حاجه صعبه او ده حاجه تقيله عليك عمرك ما هتمشي فيه خطوه، لكن لو شفتي ان هو ده لا ده رحله، ده انا اي انجوي الرحله اللي انا فيها دي، خطوه افرح بكل كيلو خسيته اسيليبريت، فكل ده بيفرق في الاخر انا بوصل للجول بتاعي اللي انا عايزاه. اللي بشتغل عليه كمان ان احنا كتير قوي بنبقى حاطين معاني سلبيه على الدايت مثلا او على الاكل الصحي. لو انا بتكلم مثلا على ان الدايت ده لا ده جوع،
ده حرمان، دي كلها افكار مش هتساعدني في رحله الخساسان. فانا بشتغل مع الكلاينت ان هو يغير الافكار دي، يغير المعاني اللي هو حاططها دي. هو لو شاف ان لا الدايت ده دي الحاجه اللي هتوصله ان يكون شكله احسن، صحته احسن، حركته خفيفه، فده هيخليه ان هو يبقى شايف الحاجه اللي هو مستصعبها او انها صعبه عليه، لا دي سهله وانا اقدر اعملها. احنا عندنا في الدراسه بتاعتنا المايند والبادي والايموشن دول كونكتد مع بعض، العقل والمشاعر والجسد، الحاجات دي كلها كونكت مع بعض، سيستم واحد. فلما حاجه من السيستم بيحصل فيها خلل بتاثر على الباقي. يعني لو انا عندي فكره سلبيه عن الدايت فخلاص هي هتولد شعور محبط، مش هتحفزني ان انا اشتغل او ان انا اروح الجيم او ان انا اعمل لنفسي اكل صحي او اي حاجه. فبيبقى مهم جدا ان انا اعرف ايه اللي بيكون موقف الكلاينت، هل هي افكار، هل هو ما عندوش الموتيفيشن الكافيه، هل هو حاطط اصلا هدف مش واقعي. بس فالحاجات دي كلها الكوتشنج بيساعد فيها، فبتساعد طبعا في رحله التخسيس. طيب في حد، هل حد فعلا جالك وقال لك ان انا مريت مثلا بمشكله في حياتي والموضوع اثر معايا بقى مش كسمنه، اثر معايا كنحافه؟ نحافه قليل. هو طبعا بيجي ناس يكونوا نحافه، بس احنا في المجتمع بتاعنا اللي بيلجا للكوتشنج لهيلث كوتش او نيوتريشنست بيبقى عايز يخس. اللي هو نحافه في بعض الناس طبعا عندها مشاكل في النحافه، بس يعني اللي انا ما بيلجاوش قوي لقصه الكوتشنج او يشوفوا ليه مش بياكلوا او حاجه، لا ممكن يكونوا بيروحوا بقى ساعتها وقتها الدكتور دايت ان هو يديهم اكل اكتر او يديهم حاجه، لكن ككوتشنج بتبقى طبعا الاغلبيه كلها عايزين ينزلوا وزنهم يعني. طيب بصي، يعني انا برضو الموضوع مش واصل لي قوي، كلميني اكتر. يعني ازاي بتقدري تتعاملي معاه؟ انا عارفه ان انت بتتعاملي معاه سايكولوجي وكل حاجه، بس هو اصلا حد اوريدي مر بمشكله، تمام؟ مشكله مأثره عليه في حياته جدا، تمام؟ يعني انا برضو مش فاهمه، هل مثلا يعني هو الموضوع، انا عارفه ان الاكل تمام بيتاثر جدا بالضغط النفسي، ولو في ستريس كمان في شغل، ستريس في اي حاجه في حياته هتلاقيه ان هو مش عارف ينظم قوي الاكل الهيلث بتاعه، وما بين مش عارف حتى يفرق ما بين ده هيلثي ولا ده مش هيلثي. اوكي، فاهماني؟ لان هو في الوقت ده بياكل من غير وعي. بالظبط، بياكل وهدفه بقى ساعتها ما بيبقاش الجوع، هدفه بقى في ناس لما بتزعل بتنام، في ناس لما بتزعل بتاكل، في ناس. اوكي، خليني طيب اقسم اللي انت بتقوليه ده لنقط. اتكلم الاول مثلا على الستريس، يعني الستريس حاجه والايموشنال ايتنج ان احنا بناكل عشان المشاكل دي حاجه ثانيه. فخلينا نتكلم على الستريس دلوقتي. هو يعني ايه ستريس اصلا؟ يعني الستريس اللي هو الضغط النفسي، وانا بحب اسميه يعني الاجهاد النفسي. هو زي ما احنا جسمنا بيبقى مجهد ومرهق وعايز راحه، هي النفس كمان بيبقى حصل لها اجهاد نفسي. ده بيحصل نتيجه ايه؟ ده بيبقى شعور سلبي بسبب ان الانسان بيتعرض لضغوط فوق قدرته على الاحتمال، وده بيفرق من شخص لاخر، لان طبعا كل شخص بيفرق قدره تحمله عن التاني. طبعا تبقى حاجه فرديه اصلا. بالظبط كده. وغير كمان يعني المشكله مثلا حد مر بيها بالنسبه لحد تاني لا هي دي مش مشكله اصلا، يعني بالظبط كده، اللي هو زي اللي هو اللي يشوف بلوه غيره يهون عليه بلوه. ايوه بالظبط كده. لا هو الفكره مش كده، الفكره في انت ما اتحطيتش في نفس الموقف. بالظبط، عشان تقدر تحكم وتقول ان هي دي. بالظبط، عشان كده بنقول ان الستريس بيبقى مش على كل الناس، بيكون نفس الموقف بس مش على كل الناس بيبقى التاثير واحد، بيبقى طبعا التاثير مختلف. كل واحد بيفرق في تحمله عن التاني، فده اللي بيخلي الفروقات اللي بتحصل انت بتقولي عليها دي. طيب ليه، ازاي، ايه الستريس، ليه بيأثر على الوزن، ليه بيعمل زياده في الوزن؟ الستريس لما بيبقى الجسم بيتعرض لحاله من الضغط النفسي، ما بيبقاش عارف ان هو يسيطر على الحاله اللي هو داخل فيها دي، بتولد حاله من التوتر والقلق. التوتر والقلق لما بيزيدوا في الجسم بيفرزوا هرمون الكورتيزول. هرمون الكورتيزول ده يعني من الهرمونات اللي هي بتزود جدا الدهون على منطقه البطن. فتلاقي دايما اللي عندهم ستريس طول الوقت عندهم كرش اكتر من غيرهم يعني. وطبعا الدهون على منطقه البطن دي من الاماكن الخطر ان يكون فيها دهون غير اي مكان تاني في جسم الانسان، لان دي بتبقى دايما مرتبطه بامراض القلب وامراض السكر. الكورتيزول برضو من المشاكل اللي بيعملها ان هو بيأثر على هرمون الجروث هرمون النمو.
فالجروث هرمون ده بتبقى شغلته ان هو يزود الكتله العضليه ويقلل الدهون، فهو لما بيحصل فيها خلل بتعمل العكس بتزود الدهون، فتلاقي برضو ان الناس اللي عندها توتر وعندها ستريس اغلب الوقت بيميلوا للسمنه اكتر. بيعمل كمان الهرمون الكورتيزول لما بيبقى عالي في الجسم بيدي لفتره ما شعور بالكآبه، فانت علشان تتغلبي يعني عن الشعور بالكآبه ده بيبقى رايحين للجزء بتاع ان احنا ناكل اكل سعراته عاليه زي الكربوهيدرات والسكريات. ليه بنروح للاكلات دي بالذات؟ لان بيبقى فيه هرمون السعاده فيه خلل، السيروتونين ناقص، فانا بعوض الكلام ده بالاكلات اللي انا باكلها دي. فعلشان كده الستريس بيؤدي لان احنا زياده الوزن علشان الدهون اللي على البطن، علشان احنا بناكل اكل سعراته عاليه علشان اعوض حاله القلق والتوتر اللي انا فيها. هو بغض النظر عن، على فكره ممكن كمان يكونوا بياكلوا اكل مش الكالوريز بتاعته مش عاليه قوي. أوكي. تمام، بس بالنسبه للهرمون ده ممكن يكون بيزيد قوي او بيقل قوي فبيحصل طفره، فملهوش علاقه بالاكل قوي. لا هو لا هو لما الانسان بيدخل في حاله من التوتر والقلق نتيجه الستريس ده بيعلي عنده هرمون الكورتيزول. هرمون الكورتيزول بيأثر على هرمون السيروتونين، بيعمل فيه خلل بيقلله، فالإنسان عشان يعوض النقص في السيروتونين ده بيروح معوضه بأكلات معينة. فطبعا زي ما احنا عارفين مثلا زي الشوكولاتة الحاجات دي بالظبط كده اللي هي ما دي بقى كلها اللي هي بتبقى كربوهيدرات وسكريات، فهي دي اللي بتعلي الهرمون السيروتونين، فهم بيحاولوا يوازنوا الحتة دي. فعشان كده بياكلوا أكلات بيبقوا يقول لك أنا عندي نهم مثلا أنا آكل بيتزا مثلا آكل شوكولاتة، أكلات معينة بعينها بتبقى مطلوبة في الوقت بتاع التوتر والستريس ده. يعني ما تقولش مثلا عم متوتر بتاعه عايز ياكل طبق سلطه، لا طبعا سلطه ايه بقى، مش هو ده، مش هو ده اللي هو عايزه دلوقتي، هو عايز حاجه تعوض افراز الكورتيزول الزياده ده اللي مأثر على السيروتونين. بصي كمان يا جيهان كنت عايزه اقول حاجه، يعني برضو الواحد ما يسيبش الموضوع يفتح منه قوي. لو الموضوع يعني ما يستاهلش ان هو يضغط نفسيا قوي، تمام، يحاول يعمل على قد ما يقدر. انا عارفه ان البني ادم دي حاجه مش في ايده، فيعمل كنترولينج لحياته. برضو انا يعني حياتي ما تتدمرش تماما وبعدين ارجع يعني ان انا بقى اقول اصلا انا حصل لي مشكله، اصل يعني ما عملش المشاكل ان هي شماعه. ولا انت معايا في الراي ده؟ معاكي. بصي احنا في حاجه بنعملها علشان نطلع من حاله الستريس، يعني في طبعا بيبقى زي تيبس كده بتساعدنا ان احنا ازاي نخرج من حاله الستريس دي عشان ما تاثرش علينا التاثر اللي انت بتقولي. في منهم حاجه احنا يعني من الحاجات اللي بنصح بيها الناس دايما حاجه اسمها سفير اوف كنترول، يعني دوائر التحكم. فانا برسم ثلاث دوائر، دايره بتبقى اول كنترول، انا دي كلها تحت سيطرتي، انا تحت التحكم بتاعي، اي حاجه بقى انا موتراني انا اقدر اسيطر عليها اكتبها دي خلاص دي تحت سيطرتي فانا هقدر اتصرف فيها. حاجه الدايره الثانيه بنسميها سام كنترول، انا عندي بعض السيطره عليها لكن مش عليها كلها، يعني داخل فيها ظروف اخرى، داخل فيها ناس تانية، اماكن، مواقف تانية، فانا مش هتبقى كلها تحت الكنترول بتاعي. وحاجه تانية نو كنترول، دي مش ملهاش اي علاقه بيا خالص. المواقف يعني في مواقف البني ادم ما بيقدرش ينساها خلاص، هو المخ خد كابتشر لصوره معينه، خلاص الكابتشر دي يعني الصوره دي بقى بتبقى في ذهنه. تمام، انا ما بقولش الاشخاص او الاماكن او المواقف ان دي حاجه انا بالنسبه لي مش بقدر اصنفها ان هي كنترولينج. تمام، انت بتصنفيها دي سام كنترول ان انت تعرف فيها، يعني كنترولينج عشان انا طبعا حتى لو انا ساوند كنترول، هي مش كلها كنترول، انت مش كلها تحت تحكمك، هي فيها بعض من تحكمك لان انت طرف في الدايره دي. هو بقى كنت لسه هقول لك انا حتى لو ليا ان انا ليا ايد فيها، تمام، بس مش الموضوع مش هيبقى تحت سيطرتي كامله. بالظبط، عشان كده بنقول ساوند كنترول، انت ليكي بعض ال يعني حتى لو قدرت مثلا لو قدرت مثلا الموضوع عايزه اقول لك ايه، يعني مثلا ان الموضوع شويه شويه ان انا اقدر ابعد عنه، تمام، فدي اوكي هي فيها يعني كنترولينج بس انكمبليت. اوكي، فاهماني؟ انما انا بالنسبه لي بس يعني انا لو انا يعني هحطها في دايره الانكنترولينج. اوكي، تمام، ان انا برضو الموضوع حتى العامل بتاعي مش هيبقى قوي. أوكي. يعني انا ممكن ان انا
لا ما اوقفش حياتي والحياه بتفضل مستمره والحياه بتفضل ماشيه. اوكي. بس برضو يعني في حاجات كده بتبقى في المخ ما بيقدرش. يعني مثلا لو هنتكلم من ناحيه الاكل يعني دي اوكي دي ممكن نعمل فيها كنترولينج. تمام. انما في حاجات تانية ما اقدرش اعمل فيها كنترولينج. انت فاهماني؟ فانا بالنسبه لي بصنفها ان هي الاشخاص والمواقف تحت دايره الانكنترولينج. ما هو انت مش متحكمه فيهم لكن انت متحكمه في رد فعلك انت. متحكمه في تصرفك ناحيتهم في نظرتك للي هم بيعملوه. فاهمه قصدي؟ لا متحكمه في تصرفي بالظبط. انا مش متحكمه في الاشخاص. مش متحكمه في الاشخاص احنا يا ريت. يا ريت نقدر نتحكم في الاشخاص اللي حوالينا ما نقدرش. لكن انا متحكمه في اللي انا املكه. فانا املك ايه؟ انا املك ان انا الاشخاص الفلانيين مثلا اذوني او ضايقوني او حاجه انا املك بقى انا هتعامل معاهم ازاي. فهمتك. رد فعلي تجاه اللي هم عملوه انا ده هيبقى ازاي. لا انا بكلم ان انا uncontrolling مش من ناحيتي. انا بكلم ان هي uncontrolling من ناحيه السايكولوجيا بقى. أوكي. فهماني؟ انما الموقف طبعا احنا نقدر نتحكم في الموقف. أوكي. تحكم كامل الموقف بيبقى تحت سيطرتنا كاملة. أوكي. تمام. احنا اللي نقدر نوجهه سواء يمين او شمال او قدام. فهماني؟ انما انا كده فهمتك انت بتتكلمي على ان انا رد فعلي ايه الرياكشن بتاعي ايه. بالزبط. انما لا انا كنت بكلم على اساس سايكولوجيا هو uncontrolling. فهماني؟ اوكي. فاحنا لما بنعمل الدواير دي اللي هي اللي في تحت تحكمي اللي مش في سيطرتي الجزء اللي فيه جزء من سيطرتي اللي ما عنديش فيه سيطره خالص انا كده كاني بخرج بره حياتي وببص عليها من بره وبقدر اشوف ايه اللي انا اقدر اغيره. هو احنا ممكن يعني في ممكن اطلع من بره حياتي وابص لها بنظره ثانيه. ما انت لو طلعتي كل افكارك دي على الورق وحاولتي بصيتي كانك اخذتي ثيرد بوزيشن بنسميها كانك واقفه في البلكونه وبتشوفي الحاجات بتشوفي ده كويس ماشي هكمل فيه لا ده حاجه مش كويسه ده مش في تحت سيطرتي اصلا يعني ده مش في تحكمي اساسا فانا ليه هقلق ناحيته انا مش محتاجه اقلق هو مش من تحت ايدي اصلا ده حاجه انا مش مسؤوله عنها او هي مش تحت ايدي فانا ما اقلقش منها بالطريقه دي احنا بنبتدي نقلل الستريس كنا بنتكلم على ان الستريس ده ازاي نقدر نتحكم فيه لما انا بشوف ايه اللي مش في ايدي اصلا خلاص هو مش في ايدي فانا هقلق بشانه ليه هو مش في ايديا يعني من الحاجات برضو اللي بتفيد جدا في قصه الستريس ان هي نمارس حاجه اسمها جراتيتيود الامتنان ان لو كل يوم كتبنا بس ثلاث حاجات احنا ممتنين لوجودها ده هيحسسنا ان في حاجه حلوه في حياتنا هنبتدي نطلع. أيوة. شويه القلق والستريس اللي احنا بنبقى عايشين فيه طول الوقت ممكن حاجات بسيطه جدا يعني انا الحمد لله عندي بيت الحمد لله عندي شغل عندي اكل حاجات بسيطه جدا بس هتخلينا تسحبنا شويه من نظره القلق والتوتر والستريس اللي احنا حاسين عايشين فيه طول الوقت. لازم يكون عارفه كمان من ضمن الحاجات اللي بتقولي عليها دي هو مش بس كمان اصل هقول لك حاجه في ناس مثلا ممكن تقول طب ما كل الناس عندها بيت طب ما كل الناس عندها اهل لا مش كل الناس عندها اصحاب ومتهيألي الناس كلها دلوقتي واعيه يعني في ناس كتير ما عندهاش بيت وناس كتير ما عندهاش اكل وناس كتير ما عندهاش صحاب. هقول لك حاجه بصي يعني لما بنيجي نبص للـ 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 للامور بنظره بنبص لها بنظره الـ 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 اللي حوالينا. اوكي. فاهماني؟ سواء اهلنا او صحابنا او كده فانت لو جيتي بصيتي للعالم كله والمجتمع كله هتقولي برضو طب اوكي ما هو في برضو طبقات وفي فروق فرديه وفي كده. فانا قصدي ان احنا لما بناخد لما بنيجي نبص الامور بنظره قصدي يعني ان احنا في ناس كده بتبص لها طب كل الناس طب ما اللي حواليا كلهم عندهم بيت طب ما اللي حواليا كلهم عندهم اهل. اوكي. فهماني؟ انما انا قصدي نقطه تانية عارفه كمان برضو البوزيتيف انرجي من اللي حوالين الشخص ده برضو لازم بيكونوا عامل من العوامل طبعا دي من الحاجات برضو اللي هي بتبقى مفيده جدا في في الدي ستريس ان يكون موجودين في وسط ناس مريحه ناس بالزبط. بتضحك بلاش الناس مصاصي الطاقة زي ما بيسموهم اللي هم اللي ما بيشوفوش غير الوحش في الشخص ما بيشوفوش غير الحاجة نقطة الضعف بتاعته ما بيشوفوش فيه أي حاجة كويسة بيحاولوا يكسروا فيه طبعا في ناس كتير جدا بتبقى حوالينا كده نحاول نبعد عنهم للناس دي بتجيب توتر فعلا وبتجيب قلق ودي ممكن تحطنا بالظبط كده فلا فأنا في إيدي ده دي حاجة في إيدي أنا أبعد عنهم وأروح لناس تانية ناس تانية تكون بتحب تضحك ناس تانية يكون عندها طاقة حيوية متفائلين قربوا من الناس المتفائلة الضحك والتفاؤل ده معدي يعني ايوه جدا على فكره ايوه فانت لو قعدتي مع حد بيحب يضحك ومتفائل وشايف الدنيا كويسه بيبقى تحسي ان انت بالوقت انت بقيتي شبهه بقيتي زيه غير لما تبقي قاعده مع حد محبط بيكسر فيكي يعني بينزلك لتحت بيشدك لتحت لا وطريقه الكلمه نفسها يعني انت مثلا ممكن تكوني
يعني انا مثلا هكلمك عليا انا مثلا، تمام؟ عندي اصحابي بخاف عليهم جدا، تمام؟ فالاول كنت ممكن اقول لها لا كده غلط، لا ازاي تعملي كده، لا. بعدين لقيت الموضوع هو صحاب وكل حاجه، بس الموضوع بياخد اطار شويه، ايه انه لا ما تقولها ليش كده. الكلمه برضو عليها طريقه طبعا، توصلها طبعا، ممكن توصلي اللي انت عاوزاه بس بطريقه تانية. دي ما لهاش علاقه على فكره، سواء صحاب، قرايب، اي حاجه. صحيح. حتى مع الاهل على فكره، يعني حتى مع الام، حتى مع الاب، طريقه التوصيل المعلومه نفسها الطريقه بتفرق. طبعا طبعا بتفرق اكيد. بس فنرجع بقى لموضوعنا تاني، موضوع السمنه. تمام. انا برضو كنت عايزه من ضمن الحاجات اللي عايزه اتكلم فيها الايموشنال ايتينج. ايه هو بقى الايموشنال ايتينج؟ بصي، هو الايموشنال ايتينج ده معناه ان احنا بناكل لاي سبب اخر غير ان احنا جعانين. يعني مش جعانه، يعني بتاكلي مش عشان انت جعانه، عشان اي حاجه تانية. زي ايه؟ زي غضب، حزن، متضايقه، زهقانه، مش لاقي حاجه نعملها، يلا بينا ناكل. ممكن كمان في بعض الناس لما تفرح بتاكل، لما بتبقى سعيده فيلا نحتفل بقى فناكل. في يعني هو على فكره الموضوع ده اصلا يعني هو ايوه بس احنا بنعمله. ايوه دي حقيقه. في عيد ميلاد هتلاقي اكل، في فرح هتلاقي اكل، وهتاكلي في عزا على فكره ممكن تلاقي اكل. ايوه والله فعلا الموضوع منتشر جدا. فطبعا هو ان احنا بتاكلي مش عشان انت جعانه، بتاكلي عشان اي سبب تاني. طب ده والاكل وقتها ده بيبقى غير من غير وعي. انت بتلاقي نفسك ان انت اكلتي كم اكل غريب، ممكن مش لايق على بعضه ومش ماشي على بعضه، وانت اصلا مش جعانه، ممكن تكوني لسه مخلصه متغديه مثلا، فانت مش جعانه وانت عارفه ان انت مش جعانه. طب اكلتي الكلام ده كله ليه؟ هو عشان في سبب، عشان في حاجه تانية ورا. اللي بيحصل ان احنا ليه بنعمل ده؟ احنا بنبقى عايزين ناخد، احنا عندنا شعور مضايقني، انا زهقانه مثلا او متضايقه، فانا بروح للاكل عشان اخد منه الشعور. فهو الاكل مش هيديني ده، الاكل هيديني وزن زياده بس. مش هيديني اي حاجه. ممكن طبعا بعد ما بخلص اكل بحس ان انا سعيده، كنت لسه هقول لك، بس ده احساس مؤقت. هو احساس مؤقت لان أيه. بعد كده انت هتلاقي نفسك لا بالعكس انت اسوأ من الاول ومتضايقه او زعلانه اكتر. ليه؟ لان السبب الاساسي اصلا هو لسه موجود، هو ما اتغيرش، وزاد عليهم بقى الشعور بتانيب الضمير طبعا من الاوفر ايتنج اللي حصلت، لان احنا طبعا اكلنا كم اكل ما كانش حاطينه في حسابنا ان احنا ممكن هناكله النهارده مثلا. فده بيدخل طبعا في شعور تانيب ضمير. يعني ازاي بقى نقدر نتحكم في الايموشنال ايتينج دي؟ انا باخد بس يعني باكل بطريقه حاجه اسمها المايندفول ايتينج. انا قبل ما اوصل للثلاجه واكلها واخلصها كلها هاخد بس دقيقتين كده افكر مع نفسي، هو انا حاسس بايه دلوقتي. انا لو عرفت الشعور اللي انا حاسه هبقى عارفه، انا هبقى اوير وواعيه باللي انا بعمله واسمي الشعور ده. يعني حاسه انا متضايقه، طب انا حاسه بايه؟ حزينه مثلا عشان الموقف الفلاني، زهقانه مش لاقي حاجه اعملها، اسمي الشعور. فانا مجرد انا شفت الشعور وسميته هبقى واعيه شويه باللي انا هعمله، وهسال نفسي هل هو الشعور اللي انا حاسه بيه ده هو محتاج الاكل؟ هو الوقفه دي والتفكير بالطريقه دي والاسئله اللي انا هسالها لنفسي ممكن تخلي في نتيجه مختلفه عن كل مره. بس انا عايزه اقول لك حاجه برضو، هقول لك حاجه، يعني مثلا الكلام ده على الورق حلو جدا. أوكي. تمام. وعلى مستوى كلامنا مع بعض حلو جدا جدا. ما هو ده مش هيحصل بين يوم وليله، ده تدريب. يعني انت هتعملي كده اول مره، زي النهارده هيحصل لك هتبقي متضايقه فهتقومي تاكلي، فانت هتقفي تسالي نفسك الاسئله. أنا دي من البني ادم في الموقف لا نفسه، انت ممكن هتروحي واكله في الاخر او في الفرح، انا ما بيبقاش عارف يفكر. لا ما هو انت بقى، ما احنا كده بنسميه مايندفول ايتنج، هو يعني اكل بالعقل. انت هتقفي بس كده دقيقتين. انت ممكن لو انت مثلا علقي لستي الورقه دي على الثلاجه ان انت تفكرك قبل ما تاكلي. انت ممكن تروحي تاكلي على فكره، بس هتبقي واعيه باللي انت بتعمليه. انا كنت حاسه بالشعور الفلاني فروحت كلت، مش هقول لا انا جعانه او انا متضايقه انت عارفه ايه اللي انت عملتيه. ففي المره اللي بعدها لا، انا متاكده ان المره اللي بعدها النتيجه هتبقى مختلفه، او على الاقل كميه الاكل هتختلف، هيبقى في فرق، انا متاكده من ده. يعني انت قصدك الموضوع مش من مره هاجي اعمل كده، هو مره هتفشل، ثانيه هتنجح، ثالثه هتنجح، الثالثه تاكلي اقل شويه، المره اللي بعدها لا تبي قوي. وبعدين تسالي طيب هو انا لما سالت وصلت لغايه السؤال بتاع هو الشعور ده محتاج الاكل؟ لا. طيب ايه اللي ممكن اعمله يخرجني من الشعور اللي انا فيه ده؟ هقرا كتاب، هتفرج على المسلسل فلاني، هكلم حد من صحابي، هخرج من الحاله اللي انا فيها دي، مش للاكل، مش هجري للاكل واطلع له الشعور اللي انا فيه، لا انا ممكن اروح لحته تانية.
اسحب نفسي من فكره ان انا اول ما حسيت بالشعور ده جريت على الاكل. يعني انت قصدك ان احنا نطلع من دايره الاكل تماما؟ بالظبط. تمام، وندخل بقى في دايره نخرج. انت زهقانه مثلا، ارفعي تليفون كلمي صاحبتك، امسكي كتاب اقري، اسمعي ميوزك، خدي دوش، اي حاجه، اي حاجه تخرجك من ان انا مره على مره، مره هتنفع مره لا مش هتنفع، ماشي. بس مع الوقت هتلاقي نفسك ان انت على الاقل الايموشنال ايتنج قلت شويه شويه، هتلاقي نفسك ما بقتش موجوده. هو تدريب. انا ملاحظه ان انت، بصي عشان كده بحب اتكلم معاكي جدا، بتخلي البني ادم قبل، بعيدا عن موضوع الاكل، هو يفهم نفسه. يفهم هو عاوز ايه. يعني انت بتاكل لسبب، هتخرج لسبب، الحياه ما تمشيش كده وخلاص. بصي، هو اساس كل حاجه في حياتنا فكره. فكره، يعني ما ينفعش اجي اقول انا حسيت قلبي مقبوض، لا، هو انت فكرتي في حاجه هي اللي عملت لك الشعور اللي انت فيه ده. بس في ناس ممكن على فكره بتلاقيها لازم فكرت في حاجه. احنا الفكره الاول، المايند الاول، بعدين هو اللي بيأثر على بقيه جسمك كله. بس في ناس ممكن فعلا تبقى قاعده هي مش اوير ان هي فكرت في حاجه عملت لها الحاله اللي هي فيها، هي مش واعيه. بس هي لازم تكون جت فكره في الاول. فاحنا لما بنظبط ده كل حاجه بتظبط بعد كده. يعني انا عاجبني قوي فكره ان احنا نطلع من الموضوع نفسه، تمام، ونتعامل معاه ان هو شخص تاني. انت عارفه الموضوع اللي انت بتقوليه ده بيشبهني بحاجه كانت اتحكيت لي. اتنين متجوزين بقالهم 35 سنه، تمام، فكانوا بيسالوهم ازاي علاقتكم 35 سنه ولسه بتحبوا بعض زي اول مره. فقالوا ان هي لما كان يحصل بينهم مشكله كانت بتخرج بره الموقف، هو بيخرج بره الموقف وبيتعاملوا ان هم اشخاص تانيين خالص، ياخدوا وضع حيادي. بالظبط، ده نفس اللي انت بتقوليه دلوقتي. ان اخرج بره الموقف خالص. بالزبط. واشوف نفسي من بره. هتبقي في موقف حيادي ساعتها، انت مش هتحكمي على نفسك. طيب هقول لك حاجه، طب هل يعني انا فعلا ببقى شايفه ان ده، يعني انا لو وقفت في موقف حيادي، تمام، وارد ان انا اشوف نفسي لا صح. أوكي. وارد برضو ان انا اشوف نفسي ان انا غلطانه. اوكي، ايا كان سواء كده او كده، بس انا الكلام ده عقليا، تمام. واقعيا تصرفك هترجعي لنفس الشخصيه اللي انت كنت فيها، فمش هتتصرفي حسب ما انت كنت حياديه. فاهماني؟ لا، غالبا لا. انت خلاص انت شفتي ان انت غلطانه او الطرف الثاني هو اللي غلطان، فانت ليه، ايه اللي هيخليكي ترجعي تتعاملي على ان انت صح؟ انت لو انت في موقف وشفتي نفسك غلطانه، ما خرجتي بره الموقف وحكمتي على نفسك وقتها، لا، ده انا كده، انا اللي غلطت وفي الموقف ده وما كانش المفروض ان انا اعمل حاجه في لما ارجع بقى. ايه اللي هيخليكي بقى لما ترجعي للشخص الثاني هتتصرفي مع عكس اللي انت وصلتي له؟ بتبقى شخصيات بقى بالتدريب برضو. مفيش حاجه بتيجي من يوم وليله، عشان يعني النفس البشريه الموضوع فيها مش سهل، مش من يوم وليله نقدر نعمل اللي احنا بنقوله ده، بس بالتدريب. طب برضو في سؤال تاني عاوزه اساله لك، هل اليوجا والتمارين اللي هي سيكولوجيا بتخليكي مرتاحه نفسيا كده، هل ده فعلا ممكن ياثر على موضوع الاكل او كده؟ هو بيأثر ان انت بيهدي الستريس. يعني اليوجا والميديتيشن والتمارين التنفس من الحاجات اللي بتاثر على اللي هتهدي الستريس. مش يعني انت لو حد حاسس بستريس فظيع وحاسس بضغط وتعبان، لو بس عمل تمارين التنفس، اتنفس 10 تنفسات بعمق، هيفرقوا جدا. هيلاقي نفسه هدي. عمل مديتيشن، حط الميوزك بتاعت المديتيشن، سماعات في ودانه وسمع شويه، هيلاقي نفسه هدي. عمل تمرينات يوجا، يعني عامه بنسميها المديتيشن والتمرينات اليوجا والصلاه حتى كمان، دي من الحاجات اللي هي فيها الحركه الخفيفه المريحه اللي بنسميها دي ستريس، اللي هي بتشيل الستريس، ضد الستريس. فطبعا الحاجات دي لما انت هتقللي الستريس هتقللي الاكل. فهمت؟ يعني احنا برضو بنرجع للعقل الاول، تمام، وبناء عليه هو الاكل هيقل اوتوماتيك لما الاستريس يقل. بالظبط. طيب اوكي، برضو في اسئله تانية عايز اسالك. انا معايا اسئله كتيره جدا. أيوة. كلها عايز اسالها لك. ازاي ايه الطرق اللي انا اقدر اتحكم بيها، تمام، في يعني انت دلوقتي قلتي مثلا اليوجا وكده، تمام، في طرق تانية؟ بصي، احنا بنتكلم على الستريس، صح؟ طيب الحاجات التانية احنا كنا قلنا نعملها في الستريس، ان يكون عندي هواية اعملها مرة حتى في الاسبوع. دي من الحاجات اللي بتساعد جدا في ان انا اشيل الضغط النفسي. هواية زي الرسم، التلوين،
الحاجات دي كلها بتطلع ستريس، بتطلع ستريس على على الورقه بالرسم وبالقلم. الحاجات التانية اللي بتفيد قوي في موضوع الستريس الرياضه، ومش لازم رياضه عنيفه، المشي. المشي من الحاجات اللي بتزود هرمون الاندروفين، دي من هرمونات السعاده. مشي نص ساعة، مش بنقول بقى رياضة عنيفة ولا جيم ولا بتاع، لا المشي هيبقى كافي يعني جدا. يعني هحرق وكمان ههدى، هتهدي وكمان هحرق. بالظبط كده. فهي المشي والرياضة من الحاجات اللي بتقلل الستريس. النوم، الناس اللي ما بتاخدش كفايتها في النوم بيبقوا متوترين، فبيعلي الكورتيزول فوزنهم بيزيد، هي دايرة. فالنوم من الحاجات برضو المهمة جدا علشان نقدر نتحكم في الستريس. الأكل الصحي، نبعد عن العادات الصحيه اللي مش العادات اللي مش كويسه، التدخين. هو احنا ما كنت لسه اقول لك بقى، في ناس برضو لما دي انا على طول بشوفها، لما بيبقى شخص مدخن تمام، اول حاجه اتحط في موقف ضايقه، اتعصب، اتنرفز، ياخد علبه السجاير ويشرب سيجاره. هو بيطلع الشعور بس اللي دي هو برضو كنت لسه اقول لك دي حاجه لا اراديه منه، لا ما بيبقاش واعيب ده. اوكي، بس في ناس كتير بتعرف تبطل تدخين. لا انا ما بقولش بقى ان هو يبطل، انا يعني بتكلم ان هو في الموقف دلوقتي هو اصلا واعي. طبعا بيبقى واعي وهو لا هو طبعا لا هو ده رد فعل اتعود عليه، لكن هو لو هيبتدي يفكر قبلها، لا هو انا السيجاره دي هتضر لي صحتي اكتر ما هتفيدني. هو بس يعني نقف لحظات كده نفكر فيها، مجرد وقفنا فكرنا هنعرف لا انا هاخد قرار تاني، انا بدل ما هاخد سيجاره لا انا هقوم اتمشى، هقوم اتكلم في التليفون، هعمل اي حاجه ثانيه. مش كده بنقول ان احنا بس نشغل عقلنا كده شويه، نقف قدام يعني قبل ما اتسرع واعمل اي اخد اي خطوه هتضرني، هي مش هتساعدني. يعني الحاجات اصلا التدخين من الحاجات اللي بتزود الستريس، فعشان كده بنقول ان احنا علشان من الحاجات اللي هي اللي هتفيدنا ان احنا نبطل تدخين، ما ناكلش اكلات تقيله، الحاجات دي كلها بتزود الستريس وبتزود الضغط النفسي. طيب بصي، انا عايزاكي كل ما تقولي لي الحاجه تمام تديني بديل ليها. يعني أوكي. دلوقتي ان انت مثلا قلتي دلوقتي السموكينج تمام، ان احنا نبعد عن التدخين، طب نبعد عنه ازاي؟ ان احنا ندي نفسنا فرصه 10 ثواني بس قبل ما امسك علبه السجاير، افكر بس هو ده هيفيدني؟ لا بالعكس، ده هيزود وهيزيد التوتر، هيزود التوتر وهيدور صحتي. يعني هو حاجه في جميع الاحوال مش مفيده بالنسبه لي. قلتي برضو ان انا دلوقتي فرحانه، زعلانه، ايا كان، ورايحه ناحيه التلاجة، هشوف انا هل فعلا انا جعانه ولا لا. بالظبط. انا يعني برضو ادي نفسي فرصه 10 ثواني. بالظبط. هل انا باكل علشان انا جعانه ولا باكل لاي سبب تاني؟ أوكي. تمام. طيب ايه تاني؟ ده في الحته بتاعه الايموشنال ايتينج، دي اللي هي الحته بتاعه التلاجة، اسال نفسي اعمل ايه وايه البدائل اللي ممكن اعملها. الطرق بقى بتاعه ان انا اقلل الاسترس أوكي. بالتالي ان انا الحاجات الاكل هتقل. من الحاجات اللي بتفرق جدا في قصه الاسترس، في حاجه احنا بنسميها مايند بودي سكان، كانك بتعملي اشعه، انت دكتوره اشعه فاهمه. بدخل جوه نفسي من غير ما بحكم، بلاحظ مشاعري كلها من غير ما بحكم على نفسي، ما فيش جادجمنت، واسال نفسي ثلاث اسئله. سؤال: ايه اللي انا حاسه فيزيكلي؟ يعني ايه احساسي؟ مجهد، تعبان، واكسبت اللي انا هقوله. بسأل نفسي سؤال تاني: ايه اللي انا حاسه ايموشنلي، شعوريا، واقول مثلا حاسس بقلق، خوف، حزن، واكسبت اللي انا حاسه. والسؤال التالت: ايه اللي انا بفكر فيه دلوقتي؟ السكان اللي انا بعمله لما بدخل جوه جسمي وعمل سكان لنفسي، ببقى واعي قوي بايه مشاعري دلوقتي، ايه اللي انا حاسه دلوقتي، جسمي حاسس بايه. لما ببقى شايفه ايه الثلاث حاجات دول واضحين قدامي، دماغي بتفكر ازاي، جسمي عامل ازاي، زي ما كنا بنقول ان المايند والبادي والايموشن دول مرتبطين ببعض. لما ببقى واعي يعني كل حاجه من دول حاسه بايه دلوقتي، فانا بعرف اتحكم في رد فعلي ناحيه الستريس اللي انا فيه. لا انا محتاجه ارتاح، انا محتاجه اخد اجازه، انا محتاجه ابعد عن الناس فلانيه. بس بدخل كده جوه نفسي واعمل سكان الثلاث حاجات اللي هيسيطروا على الستريس. برضو تمام. يعني برضو حدة ان انا اخد اجازة دي، الموضوع بيفرق جدا على فكرة. طبعا. بيخليك اللي هو سواء يبقى محتاجة تفصلي اكيد. بالظبط. يعني انا بالنسبة لي الاجازة دي مش حاجة ان انا باخدها ان هي رفاهية، لا دي حاجة بتبقى حاجة شوية مقدسة، ايا كان بقى، سواء عايزة تفصلي من الشغل، او تفصيلي اللي هو تفكري لوحدك، تفكري هتمشي حياتك بعد كده ازاي، هتفكري
مش دايما اللي هو علشان زعلانه، دايما ممكن فتره الاجازه دي بتمسكي ورقه وقلم وتشوفي هتمشي حياتك بعد كده ازاي، ازاي هتقدري تعملي عليها كنترولينج. بتبقى فرصه ان انت تقعدي مع نفسك، انت في وقت اليوم اللي عندك فيه شغل انت مش بتلحقي تقعدي مع نفسك، ففي الاجازه دي فرصه تقعدي مع نفسك. طيب اوكي، بالنسبه بقى النوم تمام، في ناس عندها ارق ومش مفهوم السبب، يعني اللي هو فرحه ولا هو حزن ولا هو حاجه، تمام ازاي نقدر نحسن كفاءه النوم؟ بنحسن كفاءة النوم، خلينا الاول نقول ان النوم، ان في دراسات اثبتت ان الناس اللي بتنام قليل من غيرها دول بيبقوا عرضه للسمنه. زي ما كنا قلنا بيحصل هرمون الكورتيزول بيعلى من قله النوم، فطبعا بيعمل دهون البطن وكده، غير ان بيعمل كمان لخبطه في هرمونات، بيعمل مش لخبطه بقى، هو بيعمل خلل في الهرمونات، بيعلي هرمون ال بيعلي هرمون الجرلين ده المسؤول عن الشبع، ومسؤول عن الجوع، وبيقلل هرمون الليبتين المسؤول عن الشبع، فكده بيبقى لا 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 بنشبع وطول الوقت جعانين، فطبعا ده بيأثر جدا على الوزن. ازاي بقى نقدر يعني نعمل ايه علشان ما ندخلش في القصه بتاعه زياده الوزن نتيجه قله النوم دي؟ يكون عندي روتين قبل النوم، عندي نص ساعه كده قبل النوم بعمل فيهم ايه النص ساعه دي؟ مبدئيا كده بقفل التليفون، ببعد عن اي تلفزيون، على اي لايت سكرين دي بقفلها خالص قبل النوم بنص ساعه، بمسك ورقه وقلم واكتب كل الافكار اللي في دماغي، ايه اللي في عقلي، انا بفكر في ايه دلوقتي، ايه شاغل بالي، واطلع كل الافكار دي على الورقه والقلم. فانا لما هطلع الافكار اللي في دماغي دي على الورقه خلاص هي ما بقتش هنا، هي طلعت بره، فلما هاجي هحاول انام مش هبقى مشتته او بفكر في حاجه تانية وانا بنام. ايه كمان نقدر نعمله في خلال النص ساعة دي؟ ان انا هاخد دش، هشرب حاجة دافية، هعمل مديتيشن، هصلي، اي حاجة هتهديني، اعمل تمارين يوجا هادية، اعمل تمارين التنفس، كل الحاجات دي قبل النوم هتدخلني في حالة من الهدوء، هتسهل عليا النوم. طبعا ما اكلش اكل تقيل قبل النوم، يبقى اخر اكلة كده من 3 ساعات وتبقى وجبة خفيفة. الشاي والقهوه والكافيين عامه يبقى قبل النوم من 8 لـ9 ساعات، يعني مش زي ما بيقولوا لا مثلا لا ده اخر فنجان قهوه كان الساعه 6، ما هو الساعه 6 ده هيقعدك الساعه 1 الصبح والساعه 2، لا يعني في سيبي يعني بتنامي مثلا الساعه 12 يبقى انت اخر فنجان قهوه مثلا الساعه 4، لان هي بتفضل تاثيرها طويل، حتى لو هي بيبقى شويه بتحس ان انت لا خلاص انا عايزه انام، لا بس مجرد تدخلي تنامي هتلاقي نفسك عندك ارق، فبرضه ده من تاثير الكافيين. طيب هو بصي انا مش عارفه والله العظيم ازاي قالوا لي ان وقت حلقتنا بيخلص، دي انا مش مستوعباها. لا والله طيب والله العظيم فعلا مش مستوعباها، وحاسه ان لا يعني الساعه قلت قوي. فاخر سؤال معانا وهنختم بعدها للاسف، ظهر انواع دايت كتير، هي موضه تمام، الترند زي الكيتو وزي الصيام المتقطع. اوكي تمام، ايه رايك فيها وازاي اصلا، وهل فعلا هي ليها اضرار ولا لا؟ طيب خلينا نتكلم على الكيتو. الكيتو بيبقى ده نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات وعالي جدا في الدهون، بيخسس على فكره، هو كل الدايتس بتخسس، بيعلي قوي الدهون. احنا عندنا المصدر الرئيسي للطاقه في جسمنا هو الجلوكوز، فانا ببدل بقى الجلوكوز ده، بما ان هو الجسم مش هيبقى داخل له اي كربوهيدرات ياخد منها الجلوكوز، فببدله بالدهون اللي بياخدها، فبكده بحول مصدر الطاقه للدهون الموجوده، فبيبتدي الجسم يحرق الدهون اللي داخله له مع الدهون المتخزنه في الجسم. هو مفيد لمرضى السكر النوع الثاني، يعني هو اصلا لما اكتشفوه كان دكتور بيعالج مرضى السكر النوع الثاني بالكيتو وكانوا بيخفوا، ومرضى الصرع والزهايمر، فهو فات في كده. لكن هو مش مفيد لكل الناس، يعني مثلا ممنوع لمرضى الكلى والكبد، ممنوع للاطفال، للحوامل، للاقل من 18 سنه، ممنوع لمرضى السكر النوع الاول، يعني الثاني الوقت خلص. شاوري لي. طيب خلاص للاسف الوقت خلص. ايوه للاسف، مستوعبه والله للاسف، هو وقت حلقتنا خلص وانا مش عارفه والله هو خلص ازاي، الحلقه عدت بسرعه جدا. أيوة. جدا تمام. ان شاء الله هيبقى لينا حلقات جايه كتير مع بعض ان شاء الله. اوكي انتظروني الحلقه الجايه في يوم الاثنين الجاي ان شاء الله مع دكتور جديد. باي باي.